آخر، قال محافظ القاهرة أنه تم إزالة 539 كشك من أصل 1113 كشك مخالف. وأشار المحافظ إلى أن إزالة باقي الأكشاك المخالفة ستتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن منظومة الأكشاك الجديدة بالعاصمة بدأت بالفعل في حي باب الشعرية، وتم إقامة 4 أكشاك بالشكل الموحد الجديد. وأعلن المحافظ فوز أحياء مصر الجديدة والمعادي وشبرا في تقييم أحسن الأحياء في الفترة الأخيرة. دكتور رشا، برأيك يعني فكرة هذه التجربة هل هي ناجحة، وإلى أي مدى يستفيد منها المواطن البسيط سواء كان لديه كشك أم أنه مواطن عادي؟ والله انا في رايي طبعا انها تجربه مهمه جدا وتاخرت كثيرا. يعني بيبقى دايما في محاوله من الدوله ان يكون في نظام وان احنا نزيل الاكشاك المخالفه ونزيل الطبقات والعمارات المخالفه، لكن دايما بيبقى في مقاومه من الناس. لكن لو الناس اللي موجوده في المكان هتستفيد زي ما حصل قبل كده مثلا في شارع المعز، ازاي قدرنا نطور شارع المعز؟ لان الناس اللي ساكنه في الشارع استفادت منه وشغلوا اولادهم وغيره فاستفادوا من هذه التجربه. الحقيقه طبعا ازاله الاكشاك دي اغلبها سرقه كهرباء من عواميد النور في الشارع، وبالتالي هذه الكهرباء بتتحمل على الناس في البيوت. فالنهارده لما اقدر احجم ده او اخلي الشغل ده من خلال الدوله، اولا صاحب الكشك نفسه هيستفيد انه هيستفيد من الخدمات اللي موجوده اللي الدوله بتدعمها، وفي نفس الوقت طبعا يعني خلينا نقول ان رجل الشارع هيستفيد انه يبقى المنظر حضاري، انه ممكن يستفيد في انه لما يبقى الكشك ده الدوله هي اللي بتحركه او الدوله هي المشرف عليه، فنقدر نتحكم بقى في الاسعار ونتحكم في حاجات كتير جدا. فالافاده من الناحيتين. لازم الحقيقة أذكر هنا بقى أن محافظ القاهرة دي حاجة تحسب له اهتمامه بهذا الموضوع، ومنها دعوة الحقيقة، لأن أنا كتبت قريب يعني مقال عن رئيس حي النزهة، وهي دعوة أو مناشدة للحقيقة لمحافظ القاهرة، لأن أنا كتبت مقال كان اسمه ولا عزاء لرئيس حي النزهة. الحقيقة مصر الجديدة اللي بنتكلم عن أنها أرقى وأحسن مكان في مصر أو من أحسن الأماكن، يعني شارع فريد سيميكة بينتهي بميدان مقطر. أنا نفسي والله محافظ يعني القاهرة يروح يشوف المكان ده بقى عامل إزاي، سواقين ميكروباصات وباعة جائلين وناس بالمطاوي، وقريب حصل حادثة إن في بنت ميكروباص كسر عليها ونزلوا وضربوها وكانت مأساة يعني. فالمكان تحول إلى منطقة أخرى عشوائية وكأنها في العتبة، يعني لا يصح إن دي تبقى واجهة المنطقة دي. والحقيقة كتبنا وأنا كتبت وكتبت المقال وفي ناس نشروه على صفحة رئيس الحي، ولكن ولا حياة لمن تنادي. فأتمنى بقى تكون دي دعوة لمحافظ القاهرة إنه يشوف رئيس الحي فين. طيب شهدت